يقول السائل: ما حكم الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم والكعبة والحياة؟ الحلف لا يكون إلا بالله عز وجل، قال صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، كفر أو أشرك، لكنه كفر أصغر لا يخرج من الملة، وشرك أصغر أيضا. فالحلف بغير الله شرك، شرك أصغر. ولا يجوز الحلف بالمخلوق، لا بالنبي ولا بالملائكة ولا بالكعبة ولا بأي شيء مخلوق، لا يجوز الحلف إلا بالله عز وجل، ولا بالأمانة ولا بأي شيء إلا بالله عز وجل. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. نعم. يقول السائل: هل يجوز أخذ مصحف من الحرم للقراءة في البيت؟ لا، ما يخرج المصحف من الحرم لأنه خاص بالحرم، وقف موقف للحرم، لا يجوز أنك تخرجه إلى البيت أو إلى غيره. نعم.